اليوم قبل أن أدخل إلى الاستوديو وقبلها بأيام يعني أقدم شكري وتقديري إلى الأخوة في وزارة الدفاع وأيضا إلى السيد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة السيد اللواء يحيى رسول. اتصلوا بي أنه وزارة الدفاع على استعداد للنظر بكل المشاكل التي تطرح. قبل ساعات يعني اتصل بي ايضا ضابط رفيع المستوى يعني قال انا يعني ما اريد ان يذكر اسمي حتى لا تحسب منة انه اي المشاكل في قضية شؤون المحاربين الاخوة المواطنين المشاهدين كل من عنده قضية في شؤون المحاربين يقدم طلب رسمي مع رقم الهاتف وانا سوف اتكفل بارسالها الى السيد الفريق وسيتم الاتصال به مباشرة من قبل هذه اللجنة. احنا هكذا نريد وايضا السيد وزير الدفاع اوعز بهذا. يمكن انا صرت عصبي وحكيت وهذا من حقنا انه احنا لما نخاطب المسؤول. وانا دائما اقول انا من نحكي ويا المسؤول واريد من المسؤول ما اريد احط بجيبي. اريد حقوق للناس. وعندما نعمل ان نقدم ما نستطيع الى الناس فاننا نقترب من تحقيق الحق والعدالة الاجتماعية التي فقدناها.